أعزائي عشاق السيارات في كل مكان، حرصا من قناة أوتوموتو على متابعة التطور التكنولوجي في كل مكان، يسرنا أن ندعوكم لمتابعة فعاليات منتدى الهايبرد الذي تنظمه سيارات ليكزس برعاية شركة عبد اللطيف جميل المحدودة بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أهداف هذه المنتدى أنه إحنا نبقى نعرف المجتمع عن ما هي تكنولوجيا الهايبريد، ونجيب ناس مختصين في هذا المجال يتكلموا عن أهمية الهايبريد، مستقبل الهايبريد في المملكة، والاتجاه العالمي اللي الدول العالمية بتضع الاستثمارات فيه عشان مستقبل العالم، مستقبل الكون. فمن هذا الاتجاه، وبما انه احنا من اول الشركات اللي قدمت سيارة هايبريد في المملكة العربية السعودية تقديمها لكسس LS 600، فنعتبر هذا واجبنا انه احنا نعرف الجمهور والمجتمع عن ما هي الهايبريد. فهذا هي الهدف الاساسي من هذا المنتدى، واعتقد مع الحوارات اللي بتصير والنقاشات بيصير في معرفة اكثر واويرنس على هذه التكنولوجيا. نحن نعتبر ان هذا المؤتمر هو مؤتمر توعوي بالنسبة للمجتمع السعودي. نعم، وهو استمرارا للجهود اللي بتصير عالميا، وطبعا الحكومة يعني بتحط كثير مجهودات وبتحط كثير قوانين جديدة وحتحطها في المستقبل، فمن ناحية كيف تدعم الهايبريد، فإحنا بنعتبر نفسنا سباقين في هذا المجال إنه نقدمها في السوق السعودي، وإن شاء الله يعني حيكون في المستقبل برضو في منتجات أكثر من هذا القبيل. هل تم طرح ليكزس في السوق السعودي الهايبريد؟ نعم، أطلقناها وإحنا في مرحلة اللي هي التوعية للجمهور عن ما معنى الهايبريد وأهمية الهايبريد. مدى تقبل المستهلك السعودي للسيارات الهايبريد؟ والله الجمهور يعني اللي هو اكسبوزد أو اللي هو بيسافر وبيعرف عن الأنشطة اللي بتصير عالميا بيتقبلوا الموضوع، وبالعكس سعيدين إنه إحنا وصلنا بهذه التكنولوجيا وجبناها على السعودية. وإن شاء الله يعني الجمهور بيتقبل، كل ما بيعرف عنها أكثر كل ما بيكون في قبول أكثر. لكن لما نجي تجيب منتج وما بتديهم خلفية عن ما هي هذا المنتج، طبعا الناس ما حيكونوا فاهمين وما يعرفوا أهميته. لكن زي المنتدى اليوم أنت بتعرف عن الجمهور عن أهميته
وبناء عليه يبدأ الناس إيش يسألوا أكثر، يعملوا ريسيرش أكثر، يعرفوا أهميته، وحنبدأ نشوفها برضو في الطرقات أكثر. إلى أي حد نعتبر سيارة الليكزس الجديدة الهايبرد صديقة للبيئة؟ عفوا، إلى أي حد نعتبر سيارة الليكزس صديقة للبيئة؟ هي فعلا صديقة للبيئة، والتكنولوجيا اللي فيها هي اللي تحدد، والأرقام اللي بتطلع منها من الانبعاثات ومن الكيلومترات اللي بتمشيها بعدد أقل من الانبعاثات هي اللي تحدد أنه هي صديقة للبيئة. وإحنا زي ما شفنا في الجلسة الماضية قالوا لغاية 60 كيلومتر ممكن تمشي على الكهرباء وأن هي لا يصدر عنها أي انبعاث. صحيح، لأنه أنت فيها بطارية، هذه البطارية تخزن الطاقة اللي بتولدها من دوران العجلات، اللي هي أول شيء تمشي بالبنزين تولد طاقة الحركة من الكفر، دوران الكفرات بتولد طاقة بتخزنها في البطارية، بتخزن هذه البطارية بتستخدمها مرة ثانية لتوليد طاقة السيارة وتديها دفعة، وخلاص يصير المحرك البنزين مطفي وهكذا. والفرامل نفس الشيء، انت لما تضغط فرامل بتولد طاقة اللي هي عن طريق الحرارة، فهذه بتولد انرجي بتاخدها وتستخدمها مرة ثانية تدي دعم للسيارة. الأستاذ حسن الكتبي رئيس علاقات الشركاء برنامج التمويل التجاري بالبنك الأهلي التجاري، يسر قناة أوتوموتو أن تلتقي بكم وتهنئكم على مواكبتكم لدعم التقنيات الجديدة في سوق السيارات، ونتعرف حضرتك على مدى ما يقدمه البنك الأهلي من تسهيلات لدعم مثل هذه التقنيات. السلام عليكم وعلى سافيك. البنك الأهلي طول عمره كان سباك في عملية خدمة المجتمع وعملية educating the society وتثقيف المجتمع في أماكن كثير. فمن ضمن هذه البرنامج الجديد اللي هي سيارات خدمة السيارات صديقة البيئة، سيارات التلوث الأقل، السيارات الهجينة بعدة أسماء، أو السيارات الخضراء، من ضمنها إنه إحنا بنقدم دعم للمجتمع ولمحاصري على السيارات هذه أو مراغبين في اقتنائها، بنديهم معاملة خاصة غير السيارات العادية، بحكم إنه هذه السيارات حتساعد إنه يكون المجتمع نظيف، 90% تلوث أقل، وصرف البنزين أقل، بما يخدم المجتمع ويخدم العميل. حضرتك معاملة خاصة، ماذا تعني بكلمة معاملة خاصة؟ معاملة خاصة بيكون مثلا بالترتيب طبعا مع المصنع أو الشركة مالكة المنتج الوكيل، بحيث أنه مثلا ممكن تتعطل له نسبة مرابحة مخفضة، بتعطل له نسبة تأمين مخفضة، المصاريف الإدارية قد تكون مخفضة بشكل أو آخر، بيعطى العميل أنه بحيث أنه بيحس ويشوف أنه في فرق جامد بين أنه لا أخذ سيارة عادية أو أنه يأخذ سيارة صديقة للبيئة، سيارة بتخدم المجتمع. إحنا نرى أن هذه السيارة دي فيها خدمة للمجتمع، من ناحية بتقلل التلوث وبتقلل في صرف البنزين، بما يعني بيتماشى مع سياسات البنك في توعية المجتمع وتثقيف المجتمع. لا شك أن هذه السيارات هي صديقة للبيئة، وبالتالي ستقوم بتوفير بنزين وقلة الانبعاث، فرأي حضرتك بالنسبة لهذا الموضوع؟ هي السيارة طبعا أثبتت، تويوتا كانت شركة سباقة فيها، وأول سيارة نزلت انتجتها تويوتا في اليابان عام 97 كانت التويوتا بريوس، ومن هنا انطلقت التكنولوجيا دي. السيارة خلال 10 سنين كانت أكثر من 10 أضعاف نسبة المبيعات حقتها، وانتشرت في السوق، منتشرة في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في ألمانيا، وفي لها جمعيات كبيرة مناصرة للسيارة هذه في عملية بتحمي البيئة وبتحمي المجتمع وبتحمي الناس. يعني بين انه بتصرف البنزين اقل وبين انه انبعاثات اقل، هذا اعتقد انه the ultimate goal، اهم هدف والهدف الاسمى اللي الكل بيسعى له والكل بيبغى يخدمه فيه. الهم، اي مدى حضرتك بتقيم نجاح هذا المنتدى اليوم؟ والله اول منتدى بيحصل في المملكه العربيه السعوديه، ومن الحضور ومن المشاركين ومن الجهه الداعيه ومن الدكاتره اللي كانوا حاضرين ومتحدثين، انا اعتقد انه كان نجاح جدا باهر، واعتقد انه هذا حيكون نواه وبطاقه منصه انطلاق لاجتماعات اخرى ثانيه كثير ومنتديات ثانيه اخرى كثير، بحيث انه الكل يشارك في الفعاليه دي. هذا كانت مجرد نواه انطلق منها الشركه تحضيرات جميل بالليكزس ال 600 يوعوا فيها المجتمع. وأنا متأكد من اللي شفته اليوم إنه في إن شاء الله في اجتماعات ومنتديات تانية كتير جدا يشاركوا فيها، أعتقد كل الوكالات وكل المهتمين بالبيئة من وزارة الصحة، من وزارة مواصلات ومقاييس، من حماية البيئة، من شركات زي بترومين وأرامكو، لأنه الكل حيكون هدف واحد اللي هو حماية البيئة وتوعية المستهلك، وفي نفس الوقت المستهلك يشوف الفاليا اللي جاته منها، إنه الفائدة أو الفاليو اللي جاته منها إنه أقل على جيبه، أقل صرف بنزين، وبيخدم مجتمعه. أولا بنهنئكم باعتباركم أول شركة بتقوم بتصنيع الزيوت الهايبرد الجديدة في السوق السعودي، وحضرتك بتدينا فكرة عن هذه الزيوت. طبعا
نظرا لتطور الزيوت البترولية طبعا لازم تتوافق مع تطور المحركات الهايبرد، فنظرا